أنا في طور النمو لازلت أحتاج الحنو، أحب المرح أحب اللهو كايو. أنا طفل سعيد كل يوم عندي عيد، ومعي تجد الجديد كايو. حياتي تتغير تغيير كبير، وماما وبابا ينيران الطريق. النمو ليس صعب لو لم أمل أو أتعب، أحب اللهو واللعب كايو كايو كايو. أنا كايو. كايو يتزلج. كان يوماً شتوياً جميلاً عندما ذهب كايو للتزلج مع عائلته. لم يكن هناك أي غيوم في السماء، ربما واحدة أو اثنتان. مستعد للذهاب للتزلج؟ كان كايو خائفاً لأنه لم يتزلج من قبل. تزلج تزلج تزلج. تعالي روزي، سنذهب لشرب الشوكولاتة الساخنة. والآن لنضع معداتك. لماذا علي ارتداء هذه القبعة؟ لنفس السبب الذي تلبسها لدراجتك لحماية الرأس. يا إلهي، هذا الحذاء ثقيل جدا يا ماما. لا تقلق، لن نمشي بهذه الأحذية، إنها للزلاجات فقط. كيف؟ هكذا، انظر لسارة. سارة! رؤيته لصديقته سارة تتزلج جعلته يرغب في ذلك أيضا. سارة انتظريني. أريد أن أتزلج. لا، لكن تستطيعين المشاهدة من هنا، ولتبقى دافئة ولطيفة اشرب الشوكولاتة الساخنة مع بابا. لا أريد الصعود، إنها عالية جدا. كان كايو خائفا من استخدام المصعد الحبلي، اعتقد أنه سيقع. إذا أردت التزلج للأسفل عليك الصعود أولا، لا تخف أنا معك. الأمر سهل جدا. ماما إنه عال جدا. لا تخف، سأربطك بهذا الحبل. مرحبا كايو. ماما أريد أن أتزلج مثل سارة. هذا يسمى محرثة الثلج، عليك أن تشكل زاوية حادة بمزلاجك. هكذا؟ أجل، لكن احني ركبتيك قليلا، هكذا. لا بأس يا كايو، الكل يقع عندما يتعلم لأول مرة. تعال حول ثانية. عليك وضع المزلاج على الجانبين هكذا. أراد كايو أن ترى سارة أنه يستطيع التزلج بمفرده. لا أريد أن أتزلج مرة أخرى. لكنك تزلجت تقريبا كل المسافة. كان كايو فخورا بنفسه، مع أنه وقع عدة مرات، لكنه دائما كان يقف ويحاول ثانية. أشعر بالبرد، سأذهب لشرب الشوكولاتة الساخنة. وأنا أيضا. روزي متشوقة للتزلج عندما تكبر. هل توجد طريقة نذهب بها إلى أسفل التل معا؟ أنا أعرف كيف يا أمي. المحطة القادمة ممتعة. كايو منفعل جدا لأنه سيذهب في رحلة بالقطار لأول مرة. متى سيأتي القطار ماما؟ قطار؟ سيأتي بعد قليل حبيبي. إنها تزن طنا، نحن ذاهبون لأسبوعين وأخذنا أغراضا تكفي لكل الصيف. بابا بابا، أنا أسمع صوت القطار، إنه قادم. كان كايو متحمسا، لكنه عندما رأى القطار يقترب بدأ يشعر بالخوف قليلا. ماما،
إنه كبير جدا صحيح؟ لم يتخيل كايو أن القطار كبير هكذا، كما أن صوته أخافه كثيرا. لا أريد الذهاب. ليس هناك ما تخاف منه، هيا حان وقت الذهاب. ستركبان أنتما الاثنان؟ نعم سيدي سنركب. والأفضل أن يساعد أحد والدك بهذه الحقائب. حسناً، أنتم مسافرون بعيداً؟ قال بابا بأننا سنبقى في القطار يومين. حقاً؟ ما هو اسمك؟ كايو. أهلاً كايو، هل نمت في القطار من قبل؟ لا. سيعجبك ذلك، سترى سيهزك فتنام فوراً. لكن أين الأسرة؟ هذا هو الجزء الأفضل، تظهر الأسرة في الظلام فقط. قل نوم ثلاث مرات وصفق بيديك وستظهر الأسرة. حقا؟ نعم، ولكن أولا أريد التذاكر. شكرا. حسنا سنغادر قريبا. أراك لاحقا كايو. بابا أعتقد بأن محطة القطار تتحرك. في الحقيقة القطار هو الذي يتحرك، لكن يهيأ لك العكس. هيا بنا نتجول بينما نترك روزي تنام في حضن ماما. فكرة. كان كايو متحمسا لاستكشاف القطار ولم يستطع البقاء هادئا. كايو يبدو المشي صعبا في القطار صحيح؟ تخيل كايو المشي في القطار كاللعب في مدينة الملاهي. أين مكان الحمام؟ لا أعرف، لكنه ليس بعيدا. نستطيع أن نجده الآن. لم يرى كايو حماما صغيرا كهذا من قبل ولا يعرف كيف يستعمله. هل أنت بخير كايو؟ نعم، لكني لا أعرف كيف يعمل. انظر، إنه بحجمك تماما. اسمع، اضغط الزر على الحائط لإنزال الماء، ولا تنسى أن تغسل يديك. لم يتخيل كايو نفسه في حمام صغير كهذا، لأنه أصغر من الحمام الذي في بيته. مرحبا. أهلا بك أيها الوسيم، ما اسمك؟ اسمي كايو. ما رأيك بمطبخي؟ لدينا مطبخ أيضاً، لكنه أكبر من مطبخك. حسناً إنه أكبر، لكن هل يسافر مطبخك لأماكن بعيدة؟ لا يسافر طبعاً. من فضلك أخبرينا أين المطعم؟ يوجد هنا مطعم أيضاً؟ مرحباً، يبدو هذا جيداً. إذن هل قمت بجولة صغيرة؟ لنرى الحمام، المطبخ، المطعم أيضاً. أستطيع تسمية هذا جولة كبيرة. ألم تذهب إلى الطائرة المقببة بعد؟ إنها أفضل شيء. قام كايو بمغامرات رائعة، لكنه لم يتخيل أن هناك شيئاً أفضل من مثلجات الشوكولاتة. ما هي الطائرة المقببة؟ إنها مكان رائع حقاً. تقوم بتسلق بعض الدرجات وفجأة تشعر بأنك تطير في طائرة. توجد طائرة في القطار؟ المحطة القادمة سنذهب إلى الطائرة المقببة. يا إلهي، تمهل كايو، ستصاب بآلام في المعدة ولن تتمكن من الطيران. اذهب للأعلى كايو. استغرب كايو لوجود طائرة ركاب داخل قطار. كيف سنطير ونحن في القطار بابا؟ لقد شبه ستانلي بالطائرة لأننا فوق الأرض والقطار يسير بسرعة. هيا دعنا نذهب. جميل كايو، هذا رائع. أرأيت لماذا شبهها بالركوب في الطائرة؟ رائع. تخيل كايو نفسه يطير بطائرته الخاصة وأحب مشاهدة الغيوم فوق السقف الزجاجي. هيا كايو، حان وقت النوم. لا أريد أن أنام الآن ماما. أعجب كايو بالقطار كثيرا، لذلك لم يرغب في الذهاب للنوم. ادخل.
ماما تقول حان وقت النوم، لكن لا توجد أسرة هنا. حقا؟ هذا غريب. هل أظلمت في الخارج؟ هل غسلت أسنانك؟ حسنا، والآن وقت الكلمات السحرية. تذكر ما عليك فعله كايو. أقول نم 3 مرات ثم أصفق بيدي. نم نم نم. روزي انتظري، أنا لست مستعدا. والآن أنت وروزي أغلق أعينكما. أنت مستعد؟ حسنا، الآن كايو قل الكلمات السحرية الثلاث وببطء. نم نم نم. حسنا كايو، افتح عينيك. كايو تصبح على خير. تصبح على خير ستانلي. استمر كايو يتهزهز بنعومة على أصوات القطار الذي كان يسير طوال الليل نحو الإبحار. كان يوما رائعا للتنزه. قارب. وكان يوما رائعا لإبحار القوارب. رائع. مهلا، ليس بهذه السرعة. مرحبا، أعجبك قاربي؟ لم يكن كايو يريد أن يعيد القارب. كم تمنى أن يملك قاربا مثله ليجعله يبحر في البحيرة. أريد قاربا كهذا القارب. يوجد الكثير من القوارب الجميلة في المنزل. حان موعد انطلاق الأسطول أيها القبطان. ما الأمر يا كايو؟ القوارب البلاستيكية للأطفال، أريد قاربا كبيرا كالقارب الموجود في البحيرة. تفضل. هل سنذهب إلى البحيرة لرؤية القوارب ماما؟ سنذهب إلى مكان أفضل من البحيرة. ستقضيان اليوم أنت وروزي مع جدي والجدة. جدتي أين جدي؟ مرحبا كايو، أحاول أن أترك متسعا لطاولة العمل الجديد، هل ستساعدني؟ ما هذا؟ إنها بركة السباحة القديمة للأطفال، كان والدك يسبح فيها. ببعض الرقع ستناسبك أنت وروزي. ماذا يوجد هنا يا جدي؟ أوه، كل ما هو قديم يا كايو، حتى عظام ديناصور. أعتقد أن هذه السنارة ما تزال تعمل. قارب. إنه قارب القديم، ساعدني والدك في صنعه عندما كان في سنك تقريبا. إنه مثل القوارب الموجودة في البحيرة، دعنا نجرب. إنه غير صالح يا كايو، قد لا يبحر. أرجوك يا جدي، أريد أن أجربه الآن. حسنا، لهذا صنعته، دعنا نجرب. إنه يعمل. لا بأس، لكل بحار ماهر كبوة، ولكن اطمئن، سيصبح جيدا إذا أصلحناه قليلا. قضى كايو والجد كل الظهيرة في إصلاح القارب. اكتب عليه أول حرف من اسمك كايو. هذا رائع. دعنا نذهب إلى البحيرة الآن. لا نستطيع أن نجعله يبحر يا كايو حتى يجف الطلاء. أحس كايو أن الطلاء يحتاج وقتاً طويلاً ليجف. جدي، هل جف الطلاء؟ أعتقد أنه جف الآن. رائع. سنصنع بحيرتنا الخاصة بنا، تعال. المزارع كايو. ماذا أفعل الآن ماما؟ ذات صباح كان كايو يساعد أمه في تحضير فطوره المفضل، الفطائر المحلاة. سنضيف بيضة. سأحضرها لك ماما. لا يوجد
يوجد بيض هنا. لا يوجد بيض وأنا لا أستطيع تحضير الفطائر دونه. يا لسوء الحظ، كان كايو ينتظر بشوق تلك الفطائر. لن تكون هناك فطائر محلى. أريد فطيرة. دعنا نذهب لشراء البيض بابا. فكرة جيدة كايو، سوف أعود بدزينة بيض فورا. بما أننا نحتاج لواحدة فقط نستطيع استعارتها من السيد هينكل. اذهب كايو واطلب منه. أهلا بك كايو. هل أعطيتني بيضة؟ بالتأكيد. إنها بيضة طازجة من المزرعة. لم يسبق لكايو أن رأى بيضة بنية من قبل. هل ذهبت إلى مزرعة من قبل؟ هل تحب زيارتها؟ أكيد. رغم كل ما حدث يبدو أنه يوم السعد بالنسبة لكايو. سيحصل على الفطائر المحلى وربما زيارة لمزرعة. لطف منك أن تأخذ كايو لزيارة مزرعة أختك. لا مشكلة، أختي ترحب بأي مساعدة في مزرعتها. أكمل فطائرك كايو، حان وقت الذهاب. انتهيت. مستعد لتصبح مزارعا اليوم كايو؟ لقد عشت هنا عندما كنت صغيرا. من الصعب على كايو تخيل السيد هينكل صغيرا. مرحبا أختي. أهلا بك. من أحضرت معك؟ هذا جاري كايو، أتى لمساعدتك، سيكون مزارعا اليوم. تشرفت بمعرفتك أيها المزارع كايو، أنا الأخت الكبرى لسيد هينكل. ما هذا نانسي، لقد غطيتني بالطحين. طبعا غطيتك بالطحين لأنني أصنع الفطائر. تعال معي وساعدني. هكذا؟ تحتاج طحينا أكثر لفطيرتك وأقل لوجهك. ماذا الآن؟ نريد بعض التفاح للحشوة. أنا سأحضره. أين التفاح؟ سأدلك كايو، هيا اتبعني. اعتقد كايو أن باستطاعته القفز للوصول للتفاح. سوف أساعدك. كان هناك الكثير من التفاح الجميل ولا يعرف كايو أي واحد يقطف. ما رأيك بهذا؟ بمساعدة السيد هينكل استطاع كايو قطف أفضل التفاحات من أجل الفطائر. بهذا الشكل؟ أجل هكذا. كايو تشوق لتذوق الفطيرة. متى ستكون جاهزة؟ بعد فترة قصيرة. ما رأيك بإطعام الدجاجات بينما تجهز؟ متأكد أنك لم تطعم دجاجا من قبل، صحيح؟ في بعض الأحيان أطعم قطي جيلبرت. إذن أنت الرجل المناسب لهذا العمل. لم يحب كايو مطاردة الدجاجات له، خاف كثيرا. إطعام جيلبرت أسهل بكثير من إطعام الدجاجات الجائعة. افعل مثلي. تاع 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 تاع. هي عودي إلى هنا. الآن دور كايو ليطارد الدجاجات. وجدت واحدة هناك. كايو لم يصدق عينيه، ظهرت البيضة مثل السحر. من أين أتت البيضة؟ أتت من الدجاجة، الدجاج يبيض البيض. لقد كان هذا مكاني المفضل عندما كنت صغيرا. لماذا؟ لوجود الأرجوحة، ستحبها كثيرا.
أهلا أهلا. أنا أحب هذه اللعبة. خاف كايو من القطة الغاضبة. جيلبرت لم يفعل هكذا معه أبدا. لا بأس لا بأس، ربما أخفتها أكثر مما أخافتك كايو. انظر، أرأيت كايو؟ لقد كانت خائفة على صغارها. إذا التزمنا الهدوء نستطيع أن نراقب الصغار. لم يرى كايو من قبل قطة صغيرة كهذه. لقد أحب مراقبتها. هنجل كايو. هيا كايو. أحب كايو القطط الصغيرة ولم يرد أن يتركها. هل أستطيع الاحتفاظ بهذه القطة الصغيرة؟ إنها صغيرة جدا وتحتاج لأمها، كما أن هناك جيلبرت الذي بانتظارك. تعال أشم رائحة فطيرة. أعتقد كايو أنها أفضل فطيرة تذوقها في حياته، وقد صنعها بنفسه. كايو سررت بالمزرعة؟ ساعدنا كايو كثيرا، لقد أطعم الدجاج وقطف التفاح وصنع فطيرته بنفسه. كما حملت قطة صغيرة جدا ماما. بيض طازج من المزرعة، يا للروعة. لا ماما، إنه دجاج طازج.